ما رأيك عندما تسمع كلمة عملاق؟ شلالات نياجرا أو جبال إيفرست؟ أو ربما مجرة أندروميدا؟ هناك أربعة كواكب في نظامنا الشمسي تسمى عمالقة، أكبرها كوكب المشتري. لفهم حجمها تخيل هذا: جميع الكواكب الداخلية مثل عطارد والزهرة والمريخ وأرضنا الأصلية لا تمثل سوى 4% من كتلة جميع الكواكب في النظام الشمسي. هل تعرف مقدار الكتلة الكلية التي ذهبت إلى كوكب المشتري؟ 71%، أي أن كوكب المشتري أكبر بعدة مرات من أي جسم آخر في نظامنا الشمسي. لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كوكب المشتري عبارة عن قنبلة نووية حرارية جاهزة ذات قوة هائلة، وليس مجرد قطعة من الحجر ملقاة في الفضاء. هذا يعني أنه لا يزال يتعين تفجيرها بشكل صحيح. الكوكب ينتمي إلى ما يسمى عمالقة الغاز، يتكون أساساً من الهيدروجين والهيليوم، تماماً مثل شمسنا التي تحترق بسبب التفاعلات النووية الحرارية المستمرة. ماذا لو حدث مثل هذا التفاعل على كوكب المشتري؟ إذا أشعلنا الغازات القابلة للاحتراق والغبار في الغلاف الجوي لكوكب المشتري بعود ثقاب عادي، فهل سيغرق الكوكب في ألسنة اللهب العالمية؟ وهل سيكون هناك انفجار؟ في الواقع، في جو كوكب المشتري يتم إضاءة حوالي 250 ألف عود ثقاب من هذا القبيل كل ثانية، أو بالأحرى الشهب. إنها تنجذب إلى الكوكب من الفضاء وتحترق في الغلاف الجوي، لكن هذا لا يؤدي إلى الاشتعال لأنه لا يوجد أكسجين حر على غاز العملاق، والنار لا تحترق بدون أكسجين. جرب إضاءة شمعة وتغطيتها بإحكام باستخدام دورق زجاجي، ستلاحظ أنه ينطفئ بعد بضع ثوانٍ، لأن كل الأكسجين الموجود في القارورة يحترق ببساطة. الهيدروجين الذي يشكل ما يقرب من 90% من الكوكب قابل للانفجار فقط في وجود الأكسجين، لذا لا يمكننا بدء تفاعل نووي حراري بعود ثقاب عادي. كوكب المشتري ببساطة ليس لديه نوع النار الذي اعتدنا على رؤيته على الأرض. إذا كان من الممكن إشعال النار فيه لكانت النيازك الصغيرة قد فعلت ذلك منذ فترة طويلة. لكن أعواد الثقاب ليست أكثر اختراعات البشرية تقدماً من الناحية التكنولوجية. يمكننا محاولة بدء تفاعل نووي حراري بشكل أقوى، قنبلة نووية. على مدار 30 عاماً الماضية شهد الكوكب مثل هذه الكوارث الرهيبة، حتى أن أقوى الرؤوس الحربية النووية على الأرض لن تكون قادرة على تكرارها. في عام 1984 تمكن علماء الفلك لأول مرة في التاريخ من تسجيل اصطدام جسم كوني كبير بكوكب في النظام الشمسي. من 16 إلى 22 من يوليو كانت نهاية العالم تحدث على كوكب المشتري. ضربت 21 شظية من المذنب شوميكر ليفي 9 العملاق الغازي، مما تسبب في اضطرابات سطحية شديدة. في أقل من أسبوع تمت تغطية النصف الجنوبي من كوكب المشتري بآثار الصدمات. وقعت أكبر كارثة في صباح 18 من تموز يوليو بعد اصطدام الجزء الأكبر من المذنب. ظهرت بقعة مظلمة بقعر 7500 ميل على الكوكب، هذا فقط 450 ميلاً أقل من قطر الأرض. ومع ذلك لم يصب المشتري بأي أذى. لاحظ علماء الفلك انفجارات تصل إلى 6 ملايين ميجاطون، هذا أقوى ب 750 مرة من انفجار لجميع الأسلحة النووية التي تمكن الإنسان من صنعها. لكن آثار الكارثة اختفت من على سطح الكوكب العملاق خلال أسبوع. ليست هذه هي الحالة الوحيدة لقصف أجسام كونية لسطح المشتري. في عام 2009 اصطدم جسم آخر يفترض أنه مذنب. تسبب التأثير في ظهور بقعة مظلمة بحجم المحيط الهادئ على السطح، لكن حتى هذا لم يكن كافياً لبدء تفاعل نووي حراري متسلسل. لذا حتى لو أرسلنا جميع القنابل النووية إلى كوكب المشتري وفجرناها فلن تكون هناك نهاية للعالم. لكن هناك نظرية حول انفجار الكواكب العملاقة تقول أن البشر يمكن أن يدمروا كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون بأيديهم.
إذا نظمت انفجاراً نووياً ليس على سطح الكوكب ولكن في أعماقه، يمكنك بدء سلسلة تفاعل نووي حراري. بذلك وبعد انفجار كوكب المشتري ستنتهي البشرية نظرياً. يتعلق الأمر كله بالهيدروجين المعدني الذي يتم تخزينه تحت ضغط هائل في أحشاء الكواكب العملاقة. إذا كنت منزعجاً من السؤال حول ماهية الوقود البيئي المستقبلي، فيمكن العثور على إجابة داخل كواكب الهيدروجين. الحقيقة هي أنه أثناء انتقال الهيدروجين الصلب إلى المرحلة الجزئية المعتادة، يتم إطلاق حوالي 20 مرة من الطاقة أكثر مما كانت عليه عند حرقه. بوجود كتلة وقود صغيرة جداً من الهيدروجين المعدني، سيكون من الممكن توفير الطاقة لمنزل كامل لعدة سنوات. قد يصبح المستقبل الذي يعيش فيه المستهلكون على الاكتفاء الذاتي لمئات السنين حقيقة واقعة. على الرغم من أن وجود الهيدروجين المعدني كان متوقعاً في وقت مبكر من الثلاثينيات، إلا أنه لم يكن من الممكن الحصول عليه إلا بكميات صغيرة للغاية في 2016 من قبل علماء في جامعة هارفارد. ومع ذلك فقد تم استقبال إنجازهم ببرود في المجتمع العلمي. لم يؤكد الفيزيائيون الفرنسيون إلا مؤخراً أن الهيدروجين الصلب موجود ويمكن إنتاجه على الأرض. ومع ذلك لهذا علينا أن نخلق ضغطاً يبلغ 4 ملايين ضغط جوي. دعنا نعود إلى انفجار كوكب المشتري. في 21 من سبتمبر عام 2003 قررت ناسا إرسال مسبارها غاليليو في الغلاف الجوي للكوكب. كان على متن المركبة الفضائية 26 رطلاً من البلوتونيوم المشع 238، على الرغم من أن الأمر لا يتطلب سوى 22 رطلاً لبدء تفاعل متسلسل. وبحسب تقارير غير مؤكدة، وقع انفجار داخل كوكب المشتري خلف بقعة سوداء كبيرة على سطحه، هذا وفقاً للكاتب الأمريكي ريتشارد هوغلاند. لكن في الواقع كما تقول ناسا، سقط ظل القمر الصناعي في إطار التلسكوب وليس له علاقة بالانفجار. في الوقت نفسه، ريتشارد نفسه مؤيد لنظريات المؤامرة المختلفة وغالباً ما ينشر مقالات استفزازية. لذا استخلص استنتاجاتك الخاصة. في الواقع لا يزال من الممكن نسف كوكب المشتري، ومع ذلك للقيام بهذا سوف تحتاج إلى إرسال قنبلة نووية بحجم القمر إلى قلبها. بعد ذلك من الناحية النظرية البحتة، يمكن أن يحدث تفاعل اندماج نووي حراري مستدام ذاتياً. من مثل هذا الانفجار سيتم تفجير عملاق الغاز ببساطة، وستحدث كارثة واسعة النطاق للنظام الشمسي بأكمله. سيكون انفجار المشتري مشابهاً لانفجار مستعر أعظم، ولكن على نطاق أصغر. سيتم إطلاق كميات هائلة من الطاقة الحرارية والإشعاع في الفضاء الخارجي، سوف تتعطل تيارات الرياح الشمسية، وستغير معظم الكواكب مداراتها بشكل دائم. الأرض كما نعرفها ستختفي من الوجود. بعد الانفجار سنفقد طبقة الأوزون مع بقية الغلاف الجوي، ونموت حتماً من الإشعاع الكوني. وفي السماء لفترة طويلة ستكون عواقب الانفجار مرئية بالعين المجردة، لكن لن يكون هناك من يرى المشهد. يبقى سؤال واحد فقط: إذا كان كوكب المشتري يحتوي على الكثير من الهيدروجين، فلماذا لا يتحول إلى نجم بدلاً من أن يبقى كوكباً؟ هذا لأن كتلة الغاز العملاق تظل صغيرة جداً لمثل هذا التحول. الهيدروجين في النجوم في حالة بلازما، أي أنه يتم تسخينه إلى درجة حرارة قصوى بسبب التفاعلات في القلب. يمكن أن يكون المشتري نجماً إذا كان أكبر بثمانين مرة، عندها ستصل درجة الحرارة داخل الكوكب إلى 18 مليون درجة فهرنهايت، وسنرى نجماً ساطعاً آخر في السماء. شيء واحد نعرفه على وجه اليقين في حياتنا، بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، لن نتمكن من تفجير كوكب المشتري. لذلك لا تخافوا من مغادرة المنزل بسبب انفجار سوبرونوفا. من الأفضل الانتظار حتى حلول الظلام، وخذ تلسكوباً صغيراً وألق نظرة على أكبر كوكب في المجموعة الشمسية بأم عينيك. وكالعادة أشكرك على المشاهدة.